جلفة هي سكات سكات راها ولاية مليونية مش ولاية عادية راها هي الرابعة المتغلطة راه كاينة العاصمة كاين وهران كاين سيف كاين جلفة هي الرابعة جلفة راه فيها رجال كما الحاج محمد الضيف هذا اللي كان يعيره دكتور وانا مشيت معاه في الجزائر عدو علاقات الله يبارك ما شاء الله عدو في الرئاسة عدو في الداخلية عدو في عدة قطاعات بصح حنا قاشينا لقال ما يعرفوش كما رانا دوك حنا جينا مزال وما كان ما يعرفناش بصح حنا في مجلس حنا عندنا برنامج حنا مالا جايين من الشارع قال ارواح وترشح حنا راه عندنا الحاجه الاولى راه عندنا الحمد لله بعض العلاقات في الجزائر كما قال سيدي عندنا بعض الوزراء نعرفهم هذه واحده ثانيا حنا راه نديروا مجلس من اعياد مسح تعودوا مخلصين وكاين من ابن عمنا اللي عندهم دراهم قال لك في حاجه العرش وفي حاجه الجلفه كان اللي تطوع قال لك انا خلص الدار في الجزائر اكري فيلا في الجزائر مليار 500 600 خلصها على خاطر الجلفه وكاين اللي قال لك انا نمولك انا في خاطر المشايخ اذا درت مجلس الضيف كل شيء عيانا حنا دوك شنو رايحين نديرو حنا رايحين نديرو ان شاء الله باذن الله مجلس من اعيان مسدد فيه واحد 500 ولا 600 واحد يعود مخلط ما اما مشايخ وقاضية الجزائر علاقات ما هي لا سناء راه ضرب بن عمي بن عمك كيما الجزائر العاصمة الحروب المسؤولين كل واحد يكون بالولايته كل واحد يعاون في ابن عمه وإحنا جلفة ولاية مليونية حتى حيا هباء المنصورة لا ما عدا لا والو ما عدا لا وزير مركزي في الوزارة ما عدنا عمي العام تاع وزارة متباعين حنا ما عدنا والو حنا دوكا باصي واحد ما كانش حتى اللي يفك حتى حيا بصح حنا الرجال راه مهمشة عندنا حنا كما الحاج مصطفى حتى اللي كان واصل بصح ابني عمو طيور نورمالمون يشدوا في الحاجة من الصلاة ويلقاو من النواب والضيفو راه في الشعب ثاني مش في المنتخبين هما نورمال المشايخ هذوما راهم يتحملوا المسؤولية نورمال كون عندهم النواب يلقاو لهم يلقاو لهم في الدار بالمطرق قال راكم خالطين هاو تابعين ثانيا راه كاينة كما قال سي بالحاج راه كاينة سنابير الناس راه مش عارفة راه كاين صندوق الهضاب العليا كاين صندوق الجنوب في وزاره الماليه راه عصابات كل واحد يكب من جهته وبلاده كون ما يعودوش ناس في المستوى عندهم علاقات في الجزائر وعندهم معارف ويجروا في ما صد الجماعه الكوميسيون اللي شاده صار كاين بعض العمليات ما تسجلش هاي احنا مسعد واحد الوقت يعطونا بالتوربينات يعطونا بالميتير لوجمه بال 300 لوجمه ولايه بلديه فيها 140 الف نسمه يعطونا بلد جلفه كامله يعطوها 40000 كاين بعض الولايات ما فيهاش 200000 ساكن يدوا بال 50000 بال 100000 لوجمون علاه عدد وزاره السكن عدد الرجال عدد الوزراء بني عام اللي يضبوا على الولايات تاعهم وحنا هذا كما قال لك بالحال حنا المشكل دوك راه في التمثيل لازم نخيروا ناس انا ما قلتلكمش اللي يعجبكم وتعرفوه يوصل ل 100 واللي يعود ولا الناس اللي يصلحوا له زوج من الناس يصلح له واحد كريم وعنده علاقات اللي ماهوش كريم وما عندوش معارف راه عيب وبهيه احنا في الترشح نتاعنا كون ما استخرناش واستشرنا انا جاوني ابن عمي قلت له ما ترشحش الا نقرا شوره ربي هو الاول كي نستخر ومن بعد كي استخرنا رحنا للجزائر استشرنا عندنا بعض المسؤولين نعرفهم قلنا لهم رانا مقبل على الترشح كان قلت تعاونونا نتقدموا ما كنتش تعاونوك يعطوها لنا بلا انتخاب مش لنا بها قال نعاونكم كي قال نعاونكم ان شاء الله قلنا حنايا نديروا لي نتكلوا على ربي سبحانه ان شاء الله كل مفاتيح خير على ابن عمنا وعلى بلادنا وشاهد المشمل العروش هذه راه من موما راه شايها من المجلس راه يحط الدور تاعو ما بالعروش اللي في الجوار اللي عندها مشاكل لازم نحنا نحلوا مشاكلها كاش ناس متقابضين حنا نرضوا بيناتهم ونجروا على بلادنا وسي محمد ضيف كثر خير راني متفاهم وياه والحاج مصطفى الدراح وحمد الحرزلي كاين الجروب او سي احمد كثر خير والحرزلي قبض وزيرة البيئة يعرفها قالها رانا رايحين نلصقوا فيك تعطينا زوج مدراء ولائيين تاع بيئة يعودوا من الجلفة قالت له ما كاش مشكلة سي احمد الحاج مصطفى راه ديك اللي هضرت له وياه قلت له يا الحاج مصطفى نديروا مجلس وهذا المجلس نراحوا للعروش كل عرش يجيبوا 10 15 10 15 ونجروا بعلاقاتنا الحاج محمد كثر خيره قال انا في الصور نخسر كي نبيع كاع عمري على جنب ابن عمي نجروا نجيبوا له رئيس دايره نجيبوا له رئيس دايره نجيبوا له مدير غابات نجيبوا له مدير غابات لازم نديروا نخبه تاع رجال يعودوا من الجلفه لا ما عندناش تنفيذ ضرب لا عندناش صحاب الشمال دايرين تاع معزات كي تقولوا الجلفه يخسروا في الجلفه قلم تقولوا الجلفه يخسروا فيها بعيز ما ندير لك رجالة علاه لان احنا ما عندناش الرجاله اللي يهزوا البخص على ابن عمها احنا دوك ندوروا على رجال اللي يجيب الحرم لابن عمها ويجيب الشنال لبلادها
وندوروا على الرجال اللي يضرب الباب. انا كندي ماري من نروح للجزائر قصر الحكومه ولا الداخليه نبني قايطول. الوزير اللي نعرفه نبني قايطول، والله ماني رايح نقول له تعطيلي هذه، لاني راني خليت الارامل للايتام الفقراء بالزهاد المضابيع. اسمع انا نعمل المواله هم الرهم. انا هضرت مع وزير الفلاحه قلت له لازم تفتحوا لنا الواشي في مسعد. انا مش موال من قطاره ولا من العظام خمس غناطر يروح يخبط لي للجزائر ويضرب اظهاري ويقف في الواشي. نفتح انا كان يكتب لي ربي نعود في الرئاسه، انا ندير بارك وندير لي زونكار ونفتح لي تي تاع الواسي وندي مشايخنا ومولينا ندهم الوزير الفلاحه وناس انا والحاج المصطفى والعيال تاع الجلفه ونجيبوا الخطه تاع الجلفه. قال الجلفه يعطوها 20 يجيبوا 40 الف قطار تعود 10000 عين البل ومسعد وفايض بطمش عليهم يتهز منها. راه عندنا امور احنا ذوك.